عيونك زرازير البراري بكل حلبها بكل شامها بتدمر تمر. هذا مو غزل بالحشيد ولا هو يستاهل الغزل، هذا مجرد وصف لتحركاته وتنقلاته وتطور أخباره، وملخصها يقول ولا تدوخون أرواحكم، الدولة على عيننا وراسنا بس احنا ناس عقائديين وولاءنا للشرع. ملخص قال أبو آلاء الولائي أمين عام كتائب سيد الشهداء من مكتبة بحلب الموجود بها حاليا بعد تحريرها. الولائي قال التالي: احنا مع احترام سيادة الدولة العراقية والالتزام بدستورها وقراراتها الحكومية، بس بموازاة هذا احنا مع احترام الأوامر الشرعية والدينية اللي نعتقد انها اكبر من اي التزام اخر. يا ما قدمنا بسوريا قوافل طويلة من الشهداء ومستعدين نقدم المزيد. بعدين قالها بصراحة، قال بعد سوريا ما راح نوقف، ويجوز نروح ابعد من حدود الدول العربية ما دامك وحاجة لوجودنا هناك. وين رايحين يا معود؟ طبعا الولائي ما قال هيك، بس احنا عرفنا من قاسم سليماني ان الوجهة القادمة هي افغانستان او باكستان. الجنرال همس قبل شهرين باذان قادة الحشد وقال لهم حضروا ارواحكم للروحة هناك. اكيد القضية قضية دفاع عن مذهب، ولهذا ما تحتاج رخصة لا من العبادي ولا من الدولة العراقية. منطق الحشد هو هذا، المذهب فوق الدولة، وبما انه غرفة قيادة مذهب الحشد بايران مو بالنجف، فمو ضروري نتبع القائد العام للقوات المسلحة. بمعنى مثل ما الحشديين قاتلوا جبهة النصرة وجيش الشام بحلب والرقة، شنو اللي يمنعهم يقاتلون القاعدة وطالبان بأفغانستان وباكستان؟ غير هذا اللي وصلنا من كواليس الحشد انه قبل ايام اجتمعوا بايران ويا قادة الحرس الثوري وعلى راسهم قاسم سليماني. الاجتماع كان مفصلي وناقشوا به عدة محاور، من بينها قانون الحشد اللي أقره البرلمان العراقي ومستقبل فصائل المقاومة بعد إقرار هذا القانون، والأهم ناقشوا الانتخابات الجاية. وكان رئيس سليماني إذا ما نقول أوامره أنه الفصائل لازم تدخل الانتخابات العراقية بقائمة موحدة وتضرب ضربة رجل واحد ويجوز تصير أغلبية. تطور مهم هذا مو؟ إي نعم، لأنه الجانب السياسي جاي يمشي كتف بكتف ويا الجانب العسكري، واللي كان مجرد تحليلات حول دخول الحشد ميدان السياسة صار هسه أمر واقع وجاي يتناقش وينقر بين بغداد وطهران. واحتمال قوي بعد سنتين ما راح الحشد يحتاج واحد يشرع له، لأن هو راح يصير المشرع. هسه يصير الواحد ينتحر ويحلل لو ما تسوى. لا والله تسوى تسوى، لأن هاي الأخبار تضرب كل اللي قاله ويقوله حيدر العبادي من أنه الحشد يأتمر بأوامره. تسوى لأن هاي التطورات توحي وكأنه أكو دولة جاي تنبني داخل الدولة، والمفارقة أنه غرفة عملياتها وقيادتها مو ببغداد بل بطهران. زين، مسموح للواحد يستفهم مثلاً عن رأي الحشد الشعبي بهاي الأخبار؟ الحشد اللي يومية يكرر على لسان الناطق باسمه إحنا نأتمر بأوامر القائد العام للقوات المسلحة. زين، القائد العام يدري بقادة الفصائل كانوا قبل كم يوم بطهران وحضروا اجتماع رسمت باستراتيجية حشدية بقلم رصاص إيراني، قلم ما تعرف ايش وقت يضيف لمسة هنا ولمسة هناك. شنو اللي يضمن لحكومة بغداد مثلا انه باكر قادة الفصائل بيجبروها على الاستقالة او يدفعوها لاتخاذ مواقف سياسية معينة ما تتماشى ويا مصالح الدولة العراقية؟ الدولة مو الدين او المذهب. هسه بنص هاي الشليلة الراسها هناك، ما عرفنا شنو رأي المرجعية بالنجف، مو هي اللي دعت لتأسيس الحشد وكانت الضامنة إليه؟ والعباس أبو فاضل كل قصد ما عندنا مجرد أسئلة تخطر ببالنا وببال غيرنا، أسئلة يمكن أبد مو مريحة وما لها علاقة بزرازير البراري، بس هي مثلها تطير وتوكر وتوكر وتطير، وما بين قم وبغداد يمسافر نطين مراد.